ومعنا من باريس السيد جان بيير بيران الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا سيد بيران، ودعنا نبدأ من قضية طارق رمضان. كيف بدأت هذه القضية وإلى ماذا يمكن أن تؤدي؟ أين يمكن أن نصل فيها؟ هذه القضية بدأت كما أشرتم في إطار هذه الحملة، حملة أنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الحملة التي أطلقت في الولايات المتحدة، الحملة التي ترمي للتنديد بتحرش الجنسي ضد النساء. لم نسمع إطلاقا ضد طارق رمضان لولا هذه الحملة. الحملة بالتأكيد ستؤدي إلى إدانة طارق رمضان إذا ما تأكدت هذه الاتهامات. وهناك أمور أخرى مهمة، فإذا كانت قضية رمضان قد برزت اليوم، هذا يعود أيضا إلى أن رمضان قد فقد قليلا من أهميته وشعبيته والمجد الذي كان يتمتع به منذ بضعة أعوام، لأن التركيز انتقل إلى تنظيم داعش وهجمات باريس وسوريا. وعلى هذه القضايا بالنسبة لهذه القضايا لم يتحدث كثيرا طارق رمضان، بالتالي تقلص نفوذه، لهذا ما أدى ربما إلى رفع هذه القضايا ضده. وهذا ينطبق على المنتج الأمريكي وينشتاين الذي أيضا شهد شعبيته تدهورا عندما اتهم بهذه الاتهامات. هل هذا يعني يمكننا من القول بأن رمضان لم يعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في فرنسا؟ لأن هذه النقطة تحديدا البعض رأى بأنها يمكن أن تلعب ضده أمام القضاء لأنه شخص مثير للجدل. كلا، المحاكم سوف لن تحكم إلا على الاتهامات التي يواجهها طارق رمضان، فكونه شخصية مثيرة للجدل لا تهم المحاكم. وإذا لم يحصل الاغتصاب وطارق رمضان ينفي ذلك، هو يقول أنه ربما كانت لديه بعض العلاقات وجلب بنات إلى غرفته، هذا يناقض ما يدعو إليه، حيث يدعو إلى مجتمع إسلامي فيه هذه الممارسات محرمة، فهو بالتالي يتناقض مع ما يدعو إليه، وهو إلى حد ما منافق. ولكن هذا مسموح به في فرنسا، وهذا السلوك لن يحاكم عليه في فرنسا، وإنما سيحاكم إذا قام بعملية اغتصاب أو تحرش جنسي أو أنه هدد بالقتل ضد السيدتين اللتين وجهت اتهامات له. وهناك أيضا اتهام ثالث يتم الإعداد له، وهناك أيضا بعض الفتيات وبالتحديد 4 فتيات أو شابات سويسريات يقولن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل طارق رمضان بينما كانت قاصرات. وهذا يجعلنا نتساءل كيف يمكن أن تواجه أو أن يواجه طارق رمضان إمكانية الافتراء عليه في ظل هذه الحملة العالمية والمزاج العالمي الغاضب من كل فكرة التحرش والاغتصاب وبعد حملة ميتو. التحقيق سوف يكون جديا ومعمقا، فقد مضى وقت زمني منذ توجيه هذه الاتهامات واعتقال طارق رمضان واستجوابه من قبل الشرطة خلال الأيام الأخيرة. إذن يمكن أن نتصور أن التحقيق سوف يكون كاملا ومعمقا، لا سيما وأن طارق رمضان هو شخصية مهمة وشخصية مثيرة للجدل أيضا، بمعنى أن هناك أشخاص لا يحبونه وآخرون يدافعون عنه بكل أظافرهم، وبالتالي فإن المحكمة ستكون دقيقة في النظر في حيثيات القضية، وإلا سيثير الأمر جدلا بالنظر إلى ما تبقى له من شعبية بين الشباب المسلمين. إذن القضاء أمامه مهمة
صعبة، وعلى القضاء أن يؤدي هذه المهمة بطريقة دقيقة، وإلا الأمر سيثير الكثير من الجدل. طيب، لكن هناك من يتساءل ربما عن التأثير الاجتماعي لمثل هذه القضية أن ترفع على شخص مثل طارق رمضان داخل المجتمع الفرنسي. حضرتك ذكرت الشباب الذين المسلمين لديه شعبية لديهم، لكن ماذا عن المجتمع الفرنسي نفسه؟ أنه هناك في الدين الإسلامي من يدعي ما لا يؤمن به، من هو متناقض، يدعي شيء ويرتكب شيء آخر، هذا في حال لو تم ثبتت عليه الجرائم والاتهامات. حتى الآن نسجل الحذر الكبير الذي تظهره المنظمات الإسلامية التي في البداية دفعت عن طارق رمضان، لكنها الآن تتوخى الحذر، لا تهاجم رمضان ولا تدافع عنه أو تهاجمه، فهي تنظر للوضع وتراقب. ونحن في مرحلة لا نعرف ما سيقوم به المحقق فيما إذا كانوا سيوجهون له تهمة رسمية بعد اعتقال أنه يطلق سراحه، وبعد إطلاق سراحه أو توجيه تهمة له، أعتقد أنه سوف تتضح الصورة، والمنظمات المسلمين في فرنسا سوف تصدر رأيها عندئذ. السيد جان بيير بيران الكاتب الصحفي ضيفي من باريس، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.